يا اهلا بيك، يا ريت تعرفينا عن حالك. انت موظفه دارسه، وضع الاهل العائله قبل الزواج، تفضلي. بدأت حياتي يعني عايشه ويا اهلي طبعا عائله احنا كلش كبيره، عندي 5 خوات واربع اخوان، ويعني عشتنا على قدنا، عيشه بسيطه، بس احنا نحب الدراسه فكملنا دراسة. يعني أخواني أكو بيهم كملوا كليات، أكو لا بس إعدادية ويشتغلون، وأخواتي أماتين كملوا كلهن كليات. أبوي وأمي يعني علقت حالهم وما مكملين دراسة، بس يحبوننا نكمل دراسة. فأني حياتي طبيعية، يعني مدرسة وبيت، وبالعطلة يعني بالبيت وما أطلع ولا أطب هواية. أخواتي عندي 2 أخوات كبار بالبداية تزوجن بعد ما كملن طبعا كلية، وأكو بيهن لا توظفن. فمن وصلني أنا السنة يعني أنا الوسطانية، يعني من أخواتي ذن الكبار تزوجن، فصارت العين علي دائما شو وقت تتزوج، شو وقت تتزوج من أقاربي. يعني أمي تقول لهم لا تكمل دراستها. وأنا بالكلية يعني كان أكو ولد يجي هو على أخته ويانا، فيعني عادي يعني ما بس هي صديقتي، يعني هي البنية، بس هو يعني شلون اللي كان معجب بي وأخلاقي وشكلي ترتيبي، يعني هي كان اللي فهمته. فما أدري أني هو يعني ناوي إنه يتقدم لي، بس بعد ما وصلنا مرحلة أخيرة أختي حكت وياي، فبس بالبداية قالت هو يريد يتعرف عليك يحكي وياك. أنا ترددت لأن أنا طول حياتي يعني ما عندي هذا الشيء، ما أقدر أحكي ويا شخص بدون، خاصة بالكلية لازم إلا إحنا مجموعة، إذا أكو يعني الكلام يكون عن يعني عن ال يعني على الدراسة مو أكثر من هذا الشيء. فظلت يعني أفكر بالموضوع. بعدين سألت أختي الكبيرة متزوجة، قالت شكو بيها، إذا هي أختها موجودة احكي وياه. قلت ماشي، حكيت وياه، سولفت وياه، قلت له أريد أتعرف عليه. ظل هو هي بالمرحلة الأخيرة من يجي، يعني الساعة الأخيرة، يعني هي تتأخر وأني هماتين حتى إنه يحكي وياه يتعرف على شخصيته وأني هماتين. ف يعني كلش يعني شخصيته كلش حلوة، وأني هماتين عجبته، بس أني يعني حكيت وياه لأن أختها قالت لي إنه هو ناوي يتقدم لك، بس قال خليه أتعرف عليها وما بيها شيء إنه إذا أتعرف عليك. بعدين يعني من شفت إنه الكلام زاد يعني وصار أكثر من يعني شهر، أكثر من شهر، فقلت له خلاص انا بعد ما اقدر احكي وياك، انت اذا ناوي تتقدم تفضل يعني احاكي اهلي وان شاء الله يصير خير. هو قال لا يعني شلون خلي من يصير التخرج. انا قلت من خالف صدق همياتي، انا اذا الخطب هسه ما راح اركز دراستي. فخلصت الدراسة وهو ما تعني، قلت يمكن نسوا الموضوع، بس أنا أختي دائما على تواصل وياها. والله بالعطلة حاجتني قلت لي يريد نجيكم نتقدم إليج. جوي هم الأهل ويعني خوش ناس، سألنا عليهم، سألنا على الولد، هو همتين شغلته يعني زينة، هو موظف وأكبر من يمي، يعني فرق بالسن بس مو هواية، مو ذاك الفرق. أكيد الطالبة من تدخل إلى المرحلة الجامعية تكون هي يعني اجتازت المرحلة الإعدادية، مرحلة الإعدادية يعني مرحلة مراهقة، مرحلة الحاجة إلى الحب العاطفة من الجنس الآخر. أغلب الفتيات اللي يعني يتقدمون إلى المرحلة الجامعية أو يلتحقون بالمرحلة الجامعية عندهم أكثر يعني الأفكار اللي تراودهم إنه المرحلة الجامعية هي مرحلة اختيار الشريك وليس للدراسة. يعني البعض منهم يجون للدراسة وللتحصيل الدراسي والحصول على الشهادة. المرحلة الإعدادية هي مرحلة المراهقة، تعرفون أنه
الغدة النخامية تفرز العديد من الهرمونات بأمر من عندها، وخصوصا الهرمونات الجنسية، يعني تخبر المراهق بأنه بحاجة إلى حب واهتمام الطرف الآخر أو الجنس الآخر، الولد والبنت. فنشوف أغلب المراهقين متشابهين باللبس، في التسريحة، في الأفكار أيضا. فلذلك نشوف التنشئة الاجتماعية أيضا تأثر في اختيار الطالب الجامعي أو المقبل على المرحلة الجامعية، اختيار دقيق بشريك الحياة. أي أنه التنشئة الاجتماعية إذا كان المراهق جاي من عائلة أساسها الحوار والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل، وأيضا التجربة اللي عايشها المراهق في داخل بيته تجربة ناجحة، بمعنى أنه الأب والأم متفاهمين، فيتمنى أن يجرب هاي التجربة، أي تجربة الزواج، ويكون أسرة كالأسرة اللي يعيشها. من طرف آخر هنالك بعض المراهقين شوف عايشين في بيئة يعني أساسها الخلافات والعدوانية والعصبية، فيكره اسم الزواج ويكره مسألة الاقتران بشريك آخر. فهنا يتوقف مدى اختيار الطالب الجامعي أو الطالبة الجامعية لشريك الحياة بمن قام بتربيته، من الأسلوب المستخدم في تربيته، كيف شاهد الحياة الأسرية في داخل بيته. فعلى هذا الأساس تتوقف حياته واختياراته. هي مو مسألة نصيحة، يعني هي مسألة استقلالية. البنت من تطلع من عائلة كبيرة، عدد أفرادها كبيرة، وخلينا نقول مستوى المادي لهم يعني ما ممكن يوفر حياة مريحة للبنت، فما أنصح أنه، وإذا كانت أصلاً غير دارسة وأكو ضغط في التوجهات العلمية والمادية، فما أنصح أنه تتوجه إلى زواج يعني عائلة كبيرة. يعني حتطلع من عائلة كبيرة تدخل في عيال هم نفس الحالة أعدادها كبيرة، وراح يصير الحرج إلها كلش هواية، لأنه بين أهلها وأبوها وأخوانها ممكن أنه الإحراجات تكون قليلة إلها كبنت، بس من تطلع إلى عيال عدد العائلة يكون كلش كبير، فالإحراجات هنا مو إحراجات، هنا راح تكون عيشة ضنقة. فأهلي وافقوا وأنا وافقت وصارت الخطوبة، بس يعني أكو أشياء أنا ما ركزت عليها، يعني ما سألت إنهم مش قد عائلتهم، اللي يعرف إنه عنده أخوان وأخوات وهذه. بس أنا خلي أوضح لك شغلة، إنه أنا أخواني متزوجين، يعني زوجة واثنين من يمهم واثنين بعدهم، فاللي تزوجوا يعني بالبيت ببيتنا، أخوات اثنين يعني طلعوا الزوجة، وعندي أخوات أصغر من اثنين، يعني إحنا شلون يعني إحنا عائلة كبيرة وعيال. يعني أنا عمري بحياتي ما حسيت إنه أنا البنية المدللة وأمي اللي تدلل، لا، حالي حال يمكن أي تشنة بأي بيت، إنه أنا أشتغل مثل التشنة ويعني وزايد هماتين، وما يوم حسيت إنه أهلي مثلا فرقين بيني وبين التشنة، يعني هذا كان ظروفي. فأني قلت الزواج الجوز راح يغير هذا الشيء، راح تكون مدللة أكثر، بس أنا ما شرطت إنه أطلع بيت وحدي، لا بالعكس، لأنهم هماتين عائلة. بعد الخطوبة يعني ظلوا هم يعزمونا أروح لهم أشوفهم، يعني إذا أني شوية أخواتي كبار، يعني ذني الأصغر مني، هم لا عنده أخوات أصغر أخوان أصغر، هم يعني صغيرة مو كلش كبيرة بالعمر، فعائلة كلش كبيرة، وعد أخ متزوج هماتين، وهذا الأخ عنده أطفال، بس أني حبه إله وهذه، قلت يلا ما يخالف، يعني شلون انا طلعت، ما اقول من اهل، طلعت بعيالي ورحت لعيال، فما راح يصير فرق، المهم خلي ابدي حياه، لانه بالتالي انا يعني ما راح اقدر اشتغل بعد، وشغلها ما تنصعب. البعض من الفتيات اللي يعني هم خريجي اسره يعني كبيره الافراد، يعني اعداد الافراد كثير بالبيت، هنا ايضا عندنا نوعين، نوع من البنات اللي عاشوا هاي التجربه ممكن تتحمل يعني مشاكل اهل الزوج، اعدادهم الكبيره ممكن تخدمهم بطريقه صحيحه مثل ما كانت تخدم اهلها. من طرف اخر بعض الفتيات اللي عايشين هكذا يعني ظروف
تتمنى ان تعيش في بيت مستقل، تتمنى انه ما يكون عندها هالعدد الكبير من لها، تريد ترتاح بعد الحياة الزوجية. فهنا ايضا يتوقف على خبرة الاهل وكيف انه اما يشجعوها على انه تستقل بيت واحد او يشجعوها على انه تبقى في هذا يعني بيت الزوج وتكون. يعني انا اعتقد انه المرأة الذكية انه في بداية زواجها ما تستقل في بيت واحد، اذا كانت ما قادره على الاستقلاليه ممكن انه تعيش مع بيت اهل الزوج وتكون نفسها، لانه راح يكون المطبخ واحد، السفره واحده، ممكن يكونون يعني نفسهم من خلال شراء الاجهزه او الاشياء اللي يحتاجوها ما بعد الاستقلاليه. نعم، اذا كان الطرف الاخر يعني الزوج رافض لفكره الاستقلاليه وهي مصرة على الاستقلالية، أكيد هنا ما راح يصير توافق بيناتهم، وسوء التوافق هي من أهم أسباب الخلافات الأسرية ومن أهم أسباب بداية الطلاق يصير. فيجب الاتفاق على مبدأ واحد من بداية الخطوبة، إنه هل إنه يعني تعيش مع بيت أهل الزوج أو تعيش في بيت مستقل. في بعض الأحيان في مرحلة الخطوبة الخطيب يختبر يعني العروس، يشوف هل تتحمل يعني هذا العدد من الافراد، هو امكانيته انه يستقل في بيت واحد، بس يخبرها بانه راح نتزوج في بيت الاهل وممكن تخدمين امي وابوي، يكتشف معدنها الاصيل يعني في بدايه الزواج ويختبرها. بعض الاحيان هنالك يعني هذا الجيل جيل اتكالي، جيل غير متحمل مسؤوليه، جيل ياخذ استشارته من انفعالاته من اندفاعيته، جيل نشا في بيت يعني اسلوب التدليل الزائد، مثل هكذا يعني جيل اكيد راح تكون هنالك عدم القدره على اتخاذ القرار، عدم القدره على تحمل المسؤوليه، عدم القدره على حل المشاكل بطريقه علميه، فاكيد راح تزيد المشاكل ما بعد الزواج. جتني كلش هوايه قضايا يعني قصص كثيره، مثلا انه تقول اني ما اقدر استعمل الحمام ابقى ساعات، يلا مثلا اني ما اقدر انزل، يعني هي تتكلم الزوجه خصوصا في العوائل المحافظة يعني واللي عندهم حجاب، فما تقدر انه تستخدم البيت او المطبخ، مثلا هي تطبخ شيء، العائلة غير شيء، الشناي البقية غير شيء، فالمشاكل راح تكون يعني كالقطار يعني حتخلق مشاكل هي في غنى عنها. فلذلك قالوا الاحوال الشخصية اشار في المواد مالته انه لازم الزوجه يكون لها بيت مستقل مريح، حتى وان كان قريب من بيت الزوج ويسبب لها ضرر، القانون اعطاها حق انه تكون في سكن مريح حتى وان كان بعيد عن بيت الزوج ان هي شافت هذا القرب راح يسبب لها مشاكل. فصار الزواج، من صار الزواج يعني حياه طبيعيه، ما صار اي شيء، يعني صار اول طفل، بعدها من صار أول طفل حسيت يعني، وخاصة تعرفين الطفل أول ما يكبر يعني يحب أنه يعني يصير عنده فضول للأشياء، ياخذ الأشياء، يعني حسيت أنه أمه دائما صيح عليه، يعني ما حسيت أنه شون الحفيد العزيز هذا، لأن هي عندها أحفاد من الأخ الكبير، فمسألة كلش طبيعية، وعندها أصلا أطفال، فما حسيت الفرحة بإني، بس مع ذلك يعني أنا كنت دائما أضوج ويعني أتحمل الموضوع وأسكت، ما أوصل الزوج شيء، هو أصلا قدام عينه يشوف، بس هو همته يتعامل مع الموضوع. الطفل عمره سنة همته يصيح عليه، اللي هو متعود على أطفال إخوان أخوه يعني، فما عنده المسألة بها فرق. نعم، ماكو يعني مثل ما احنا سمعنا من اهلنا انه عز الولد ولد الولد، مستحيل اكو يعني جده انه تميز بين الاولاد او تقسى عليهم. احنا القسوه يعني مطلوبه في تنشئه الاطفال، لانه التدليل الزائد مرفوض، والعنف الزائد مرفوض، والاهمال الزائد مرفوض، يجب ان نكون وسطيه بالتعامل في مع اولادنا، نكون تدليل مع يعني شوية صرامة وحزم. المهم يعني بقى هذا الحال، وكل ما يكبر ابني يعني همتين تصير المسألة أكثر، أمي قالت ليش ما تسوين طفل ثاني يعني أنت بعدك صغيرة وبعدك بحيش مثل ما يقولون. قلت والله خوش فكرة،
انه صار عندي الطفل بنيه صارت عندي، وفوق ما انه اني ابني يعني كانوا شلون يعني دائما يصحون عليه وهذه، يعني من صارت البنيه هم نفس الشيء، وزادت معاناتي لان انا ما اقدر شلون اوفق بين البيت يعني وشغل البيت وبين انه ادار ابني الكبير وبنتي. فقلت خليها الولد يعني خليه بالروضه. قلت له زوجي قال لا ما اقدر، انا مصاريفهم هوايه وانت يعني الولد يريد له مصاريف وهيجي، رفض الموضوع. زادت يعني مو بس شلون امه اللي هي كانت يعني قاسيه علي، لا انه مرت حمايه همتين ظلت يعني تفرق بين الاطفال، ويعني اذا هم يلعبون سوا يعني تصير مشاكل وهاي، فدائما مشاكل على الاطفال. وانا كلش تعبت من هذا الموضوع، يعني انا كنت عند اهلي وعندي نفس المشاكل يعني ربيت على هذا الموضوع، وبعد ما صارت بالعيال يعني كلش تعبت، فظليت ازعل ازعل دائما، وطلبت من يمه انه نطلع بيت وحدنا، احنا اثنين اطفال عندنا ممكن نقدر نعيش ناجر شقه نقدر يعني. بس هو رفض بالبدايه طبعا، ظليت انا كل فتره اروح لاهلي وارجع وهاي، بس ما يوصل لعيالي بانه انا زعلانه، أنا زعلانة عليه بس ما أوصلها لعيالي. المهم يعني بعد الموضوع كبرى وأطفالي يعني هماتين صار عندي حمل بدون تخطيط، طبعا الحمل الثالث، وأنا تعبت وتمرضت لأنه يعني جبت دولك عمليات، فكلش كان حملي متعب الثالث، واطفالي ما اقدر يعني حتى هي الدكتوره منعتني بانه اتحرك وهيك شيء، زين انا شلون اطفالي منو لهم؟ ويعني فهو قال لي روح لاهلك، انا اهلي اصلا هم مهماتين يعني هوسه، فحسيت ما حد يتحملني يعني انا الى متى ابقى هيك شيء. فما اقول لك هاي 9 اشهر مرت علي ماساه وحاله نفسيه كلش تعبانه، بحيث انه من صار عندي الطفل الثالث طلع مريض، ويعني بالبدايه خلوه شلون بهاي الخدج وابو صفار وكلش تعبان، يعني حركه مو مثل بقيه الاطفال يعني دائما عنده خمول وشي، وانا شكيت بيه يعني الولد ما راح يكون صاحي مثل اخواني، فراح تزيد علي المعاناة أكثر. فأنا أصريت بعد أنه قمت بالسلامة، أصريت أنه أطلع من البيت. هو إحنا ليش نقول يجب أن يكون سن الزواج يعني يوصل إلى مرحلة النضج يعني 19-20؟ هنا أنا ممكن أنه ندرس مشاكلنا بطريقة علمية، ممكن نضع مقترحات الحلول، وهاي المقترحات ننظر لها مستقبلا يعني مو آنية، يعني حلول آنية. فشغلة المطاوعة ما بعد الخلافات الأسرية وبعدين يعني يجيب الام والاب وبعدين الاولاد، هاي نفس الشيء ما سوينا شيء، يعني صارت هنالك مشكله اضيفت الى المشكله الرئيسيه. تحملت وسكتت. الولد هذا من كل ما يكبر يعني شلون ما عنده مناعه، ودائما يتمرض دائما يتمرض، وما عنده حركه مثل بقيه الاطفال، ودائما هو يعني يشمش طول يعني ما يتحرك. فطلع عنده يعني انه هو عنده ضمور بالدماغ، وهو نتيجة يعني الحمل مو صحيح، يعني ما عندنا وراثة بهذا الشيء. المهم فزادت علي المعاناة أكثر، إنه أنا وين أقدر إنه هذا الولد أداري وأطفالي والبيت، وهم ما يرحمون دائما الشغل، يعني إحنا لازم من 7 الصبح لنا قاعدين، وتنظيف الصبح وتنظيف العصر والغداء والعشاء، وهاي الأمور كله نظام يعني عندهم، ما عندهم ما يراعون انه انا عندي مسؤوليه مو بس اطفال 3، لا عندي هماتين طفل مريض، وما حد يعني حسيت انكسر خاطره على الطفل او شيء، لا يقولوا لي لا يكبر ويتحسن، وكل ما يكبر حالته تسوء اكثر. المهم فبعد ذلك انا يعني بعد ما تحملت وابني هماتين مصاريفه يعني هوايه وعلاجه هوايه،
فخليته طلعت من البيت، اخذت اطفالي وطلعت، بس ما رحت عند اهلي لان تعرفين عند اهلي نفس الوضع. رحت عند عمي، عند واحد من عمامي يعني كل شيء يحبنا ويحترمنا ويحب البنات يعني هو. يعني من رحت له وحكيت له وضعي قال لي ليش ما قلتي لي من زمان؟ عشان خليت الموضوع حل. ليش هيجي يعني؟ انا ابد ما اوصل، حتى عيالي ما اوصل لهم مشاكل بيني وبين زوجي. اقول يعني كل شيء يصير. طبعا انا قاعده عند عمي قعدت اسبوع واهلي ما يدرون، بس زوجي يدري بالموضوع. قلت له انا رايحه عند عمي وخلي نشوف لنا حل بمشكلتنا. ما سأل ولا سأل على أطفاله ولا إجا ولا خابر على عمي. بعدين عمي خابره قال له يعني إحنا لازم نحل الموضوع تعال. فتناقشوا إنه علي نطلع، ما قبل نطلع. المهم أهلي تدخلوا، طبعا أهلي تدخلوا بالموضوع بعد ما عرفوا وزعلوا علي لأن رايحة عند عمي، شو أنت ما عندك أهل ما أعرف إيش من هالحكي. ف عمي قال لازم نحل الموضوع بالقانون، لازم ترفعين قضية وترجعين. أنا قلت له يعني ماكو هيك شيء إنه أرفع قضية حتى أرجع يعني بشروط وهيك شيء. بعدين هو يعني بقينا على هذا الوضع، يعني مصرفنا بس يجينا يعني من زوجي. زوجي رفع ما أعرف يسموها مطاوعة. طيب صارت قضية المطاوعة، مشيتي بالإجراءات هذه القضية يعني رجعتي للبيت، شنو كان الوضع للبيت اللي هو اختاره إلك؟ أنا خليتها ماتين محامي وعم بتكفل بالمصاريف. طبعا قالوا إن لازم ترجعين للبيت، لازم يكون شون بيت إلك وهيك. يعني كيفت أنا شنو اللي أريد؟ أنا رايدة بس بيت أستقل. أنا يعني حلمي من أنا طفلة إنه الاستقلالية، بس هي ما تصير. مجتمعنا هذا ما يصير مستقل، إحنا مجتمعنا يختلف. إحنا عندنا يعني تقاليدنا ومجتمعنا يختلف، ما يقدر إنه يتستقل مثلا بوحدها. بس هو شوف يعني هو حلم يعني عندي أنا ردت أحققه، وبالتالي أنا على مدى أطفالي. فقالوا هذا البيت أبوه وأمه موجودين، يعني هو طلع أبوه وأمه وهو زين. أنا ما استوعبت الموضوع شلون أنا وأبوه وأمه. أمه طبعاً كلش متعلقة ببيتها ومستحيل إنه تعوفه، فأنا شكيت بالموضوع. المهم قبلت، مخالف أبوه وأمه على رأسي مثل أبوي وأمي إنه أخدمهم. شو من انتقلنا للبيت صح أبو أمه موجودين وخدمهم عادي شوية، وأخوانه وأخواته صغار يعني ظلوا يجون، ويعني صارت رجعت الهوسة نفس الشيء. وأمه يوم هناك يعني شون هو البيت صغير يعني هذا اللي أجر لي إياه، فرجعت نفس الشيء، رجعت الأمور نفس الشيء. المطاوعة هو طلب الزوج لزوجته في بيت الزوجية في حال أنه كانت خارجة من الدار الزوجية بدون عذر شرعي، بدون مسوغ قانوني، بدون أي حق. فأعطى القانون، قانون الأحوال الشخصية، الحق للزوج أنه يطلب الزوجة في بيت الزوجية وفي دعوة اسمها المطاوعة، وإن بس بشرط. القانون قيد دعوة المطاوعة أو قضية المطاوعة أنه يكون البيت كامل مستقل في أثاث جديد متوفر إلها، وليس نكاية بالزوجة. يعني مو اليوم أني أطلب زوجة، لو كنت زوج أطلب زوجة بس مجرد على مود أجيبها للبيت وأشوفها أنواع التهديد والعذاب والوعيد والأذية والضرر. لا، المحكمة كانت حريصة على هذا الموضوع أنه تتأكد فعلاً الزوج يريد الزوجة وطالبها البيت المطاوعة مو على مود ينشزها ويخسرها حقوقها، ولكن تمسكاً بها واستمراراً للحياة الزوجية. وصراحة من توصل بيناتهم أنه دعوة مطاوعة، يعني هو الزوج إذا ما قدر يجيبها عن طريق الود والعشائر والأهل وتدخلات الناس المقربين، فمن رأيي أنه من يوصل لمرحلة المطاوعة هو يعني نكاية وأغلب الدعاوي تجيني.
أنه الست قيمي لدعوة مطاوعة حتى الزوجة تخسر حقوقها وعلى مود أن الشزها يعني نكاية وضررا بزوجته، لأنه لو فعلا أكو حبل ود بينهم ما مقطوع ما يوصل إلى مرحلة المطاوعة. فأني يعني شلون ضجت من الموضوع، رجعت لعمي قلت له بالعكس يعني حسيتهم استغلوا اللي صار عندهم بيتي يعني يقدرون يبرغون بيوم كل مشاكلهم ونفس الشيء. فقال لي عمي لا هسه لازم يعني نحاكي المحامي اللي خليناه. المحامي قال لا انت يعني تضررتي وهذا مو صحيح وليش ما قلتي لي؟ كان بعت القضية. قلت له يعني ما أدري. من حقها إذا كان البيت غير مستوفي للشروط القانونية وحسب ما أشارت إلها المحكمة بعد أنه توافق على المطاوعة أي خرق أو خلل لهذه الشروط، من حقها أنه تترك بيت الزوجية أو تروح تقدم طلب أنه هذا البيت غير مستوفي للشروط وثبت الحالة. طبعاً هي مو أي وحدة تروح تقول أنا هذا البيت غير مستوفي للشروط، لا ثبت الحالة، عندها تكون أدلة شهود فيديوهات أي دليل ممكن تبرزه للمحكمة تثبت به يعني أنه بعد المطاوعة أكو ضرر وأنه المطاوعة هي كملتها بس توفير الدار المستقلة المريحة للزوجة كان مو صحيح وغير قانوني وأكو خرق وأكو فد نقص في هذا الموضوع. أكيد المحكمة راح تحكم وراح تتوجه إلى تطبيق القانون أنه تلزم الزوج بأنه تحقيق هاي الشروط، وبعكسه أكيد الزوجة حتكون صاحبة حق. بعض الأهالي يشجعون البنت على الطلاق وعلى الخلافات الأسرية نتيجة للتدين الزائد، والبعض الآخر من يعني الأحيان نتيجة التدين الزائد للولد والبنت وبعدين يقترنون مع بعض، الولد مدلل والبنت مدللة فيصير هنالك نوع من عدم التوافق. أيضا إذا كان الولد مدلل والبنت يعني شخصيتها واثقة من نفسها يعني تتسم بالثقة بالنفس، هنا أيضا عدم توافق راح يصير في عملية اتخاذ القرار وعملية الأسلوب المتخذ في تربية الأولاد. فحاجة المحامي، هو من حاجة المحامي الزعل قال لي شلون يعني تروحين ترجعين للقانون؟ انا مو رجعت وطلعت بيتي. قلت له بيتي ايش هذا؟ شو كل اهلك موجودين بي؟ يعني ماكو فرق، انت قشمرت على القانون لو علي لو على شنو؟ انا شريد، انا اريد بس انت واطفالنا. لو هذا الطفل الصغير كلش مريض يعني يراد له اجواء يعني خاصه بي. يعني انا احكيك لانه الطبيب كنت اراجع له واي علمني اشياء، يعني هو يعني العلاج او التعامل وياه يحتاج لامور يعني خاصه به خطيه. طبعا وجود طفل ذو احتياجات خاصه في اي اسره هو عبء وثقل على اي اسره كانت، سواء كان هاي الاسره متفقين او اكو توافق بيناتهم. ذو احتياجات خاصه يراد له، هو من اسمه ذوي احتياجات خاصه، يعني يحتاج حاجات خاصه كي ينمو، كي يتطور، كي يعيش بيئه خاصه. فإذا لم تتوفر هذه البيئة بوجود خلافات أسرية، بوجود عنف، بوجود ضرب، بوجود عدم توافق، راح تزيد الأزمة على هذا الطفل، مع العلم أنه الحل الرئيس لهذا الطفل هو توفير بيئة نفسية ملائمة حتى ينمو. أكيد هنالك مدارس خاصة لهذا الأطفال، وإذا لم تتوفر الإمكانيات المادية مع عدم التوافق، مع وجود خلافات، مع وجود قرار للطلاق بين الزوجين، اكيد يعني راح تزيد مشاكل العائله يعني اكثر فاكثر. فلذلك وجود طفل ذو احتياجات خاصه يحتاج توافق بين الزوجين، يحتاج كبت المشاكل، يحتاج وجود شخص ممكن انه يرشد هذين الزوجين لحل المشاكل الخاصه. فهو زعل وصارت الزعله يعني كبيره وظلت هواي مشاكل وهواي حكي. وين قلت اني بعد ما اكمل وياه اني اريد انفصل عنه. فسويت طبعا المحامي مالتي ساعدني والنفقه مالتي اختلفت لان هو موظف. بالنسبه للنفقه يعني للاسف اني رايي كمحاميه ومن خلال ما شفته في عملي بالمحاكم، للاسف انه اقول النفقه في المحاكم العراقية لا ترقى إلى حاجة الزوجة والطفل، يعني ولو هي حسب حالة الزوج
بس أنا لزمت دعاوي قضايا الزوج ملياردير، يعني من يحكمون للزوجة 150 و200 ألف، يعني الزوج يعني هاي المبلغ لا شيء عنده. فأني أقول أنه المفروض المبالغ تكون أعلى، يعني الزوج إذا راتبه 5 أو 7 أو 9 مليون وما عنده التزامات وعنده مصادر دخل كثيرة، ماكو ضير أنه تحكم له للزوجة 500 ألف أو مليون بالشهر نفقة. للأطفال كذلك، يعني الأب مرفه، يعني ليش ما الزوجة والأطفال يرفهون؟ لا، باقي المحاكم تحكم بال200 ألف وال300 ولا كلش كلش تحكم مبلغ 300 400، وهذا نادرا. يعني يعني عندي أزواج أنا يعني خصم إلي هم عن الزوجاتهم اللي أنا وكيلة، يعني مقدرة المادية فول، يعني شركات وأموال، يعني ما يحكمون اكثر من 500 او 400، رغم انه تقدمين كل الادله. ليش ما احكم لها بمبالغ حتى زايده عن النفقه للاطفال، انه في مدارس خاصه، في مستوى معيشي معين، واحكم لهم حتى بمصاريف المحكمه، خليها هي قيمه على هذا الموضوع، انه تحكم لهم حتى في مصاريف رفاهيه، تقرر لهم مصاريف، يروحون مصيف، يسافرون، يلبسون، يجون، ياكلون، يروحون مولات. زين أنا الزوج يجيني ملياردير، والله ست أنا ما أدفع غير 200 وخبراء أو أصعد وروح وتعال ويحكم مبلغ قليل. هذا بالنسبة للمرفه. زين بالنسبة للي ما عنده يقول لك أنا ما عندي أنطي. زين مين يعيش إذا هو مو واعي وما حاسب حساب أطفال وزوجة؟ زين هاي شنو مصيرهم؟ هاي النواة للأسرة شو راح يصير بها للمجتمع؟ أيضا أنا هنا أطالب الشخص اللي معسر، اوكي راح نلزمه احنا في مبلغ معين ولو قليل، خلي نضمن نظام الرعاية، الزوجة اللي ما تحصل نفقة من زوجها حتى لا يتملص، ينفق يعني يثبت حالته انه هو معسر، راح تحكمه شقد المحكمة؟ 100 ألف. اي طفل هذا يكفي 100 ألف، خصوصا اذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، او اذا كان طفل مريض، او اذا كان طفل يعيش في مناطق نائية العيشة بها صعبة، شلون؟ زين هنا نظام الدولة والقانون مفروض هواية أمور تتغير لمصلحة الطفل. نريد نبني مجتمع سليم، نبني نواة أسرة وطفل يعني يصبح في أنه مستقبلا نواة منتجة لبلده. ضمنوا نظام أنه نفقة قليلة، أوكي خلي الدولة هنا دورها يجي 100 من الأب، خلي الدولة تعطي 100، فعل نظام الرعاية الاجتماعية للطفل وللزوجة. أما المرفه أنا مع نفقات تناسب رفاهية الزوج بالنسبة لأطفاله وزوجته. فصار الطلاق وأنا لين عندي طفل هذا مريض، وصارت النفقة يعني مبلغ زين أنه أقدر أعيش به. طبعا أهلي بعدهم زعلانين علي، وعمي أجر لي يمه وقعدت يومهم، والنفقة تكفيني والحمد لله والشكر مستورة، يعني ما عندي شيء، يعني ايش عندي؟ يعني أهلي شوية شوية من فهموا وضعي وشافوا أنا شلون مكسور ظهري على هذا الطفل اللي أريد له، بلكي الله يشافي ويصير يعني زين. ظلوا يساعدوني حتى يعني إنه ظلوا ينطوني هم من يومهم إنه يساعدوني مبلغ. أبوهم أني ما حارم الأطفال من يومهم، يعني يشوفهم كل فترة. يا ريت تحكي لنا عن وضعك الحالي الآن بعد ما أنه استغليت ببيت وحدك، قلت رجعة مع زوجك، تفضلي. وأني الصراحة يعني ردت الطلاق حتى أنه بين له أني ما رايدة شي، رايدة وصدق قعدت ببيت، وحتى قالوا لي انت تتزوجين انت بعد صغيره، لا اصلا ما اريد اتزوج اني، بس اني ما حارمه زوجي منهم، وشون احس انه اكو بيناتنا خط رجعه بانه يرجع عنه، لان هو ظل من يجي ينقهر على الاطفال ومتعلقين بي، ويعني يجي اني دائما بيت عمي يشوفهم، وما حاربت أبد من يومهم، بس أريد أوصل له أنه حتى لو أنت بس أنت تعال ونرجع، وهذا البيت اللي أنا أجرته بدل ما تطيع على النفقة، بس أنه أهلك بعد ما يدخلوا. شوفي هنا أنا لعد إش قد المرأة نازلت عن راحتها
وعن كرامتها وعن استقلالها في سبيل، شوفوا شلون تفكر انه اني ارجع الى زوج طلقت منه لسبب ما الله اعلم شنو الظلم اللي وقع عليها، ترجع له وتتحمل نفس اسباب الظلم يجوز والتقصير، بس في سبيل تطلع ببيت ترتاح واطفالها يرتاحون. هنا اني اكد على انه المراه لازم تعمل، لازم تعيلين نفسك، لازم تعملين ولو جزء بسيط حتى بالنسبه للعوائل المحافظه، وما تخلي بناتها تطلع تشتغل. يا عزيزتي اعملي حتى لو تطبخين وتبيعين، حتى لو خياطه، حتى لو اي عمل يدوي من البيت الناس تشتريه، حتى لو يعني شغلات الزينه والحلاقه وهاي الامور، على الاقل تعيلين نفسك وما ترضخين للحكم الذكوري لبعض الازواج الظالمين. لا تحتاج ولا ما تحتاج، هي في كل الحالات ان كان الزوج جيد، انا مع العمل للمراه، ان كان الزوج جيد فهذا خير على خير، وممكن انه يعني للمستقبل تخلي فد شيء، مو شرط الزوج جيد او مو جيد. هذا الظرف اللي دا نعيشه في العراق في بلدنا الغير مستقل والمستقر والمتخلخل، هواي ازواج توفوا وانفقدوا وماتوا، تشوفين الزوجه حايره تطلع للمجتمع تحس بغابه، ما تعرف تروح تبدل اسطوانه غاز، ما تعرف تروح تجيب مسواق لان كانت معتمده على الزوج. هنا أنا أقول يا عزيزتي المرأة اعملي لخاطر أنه تستقلين ولو جزء بحياتك تستقلين، أو عوفك من الاستقلالية على الأقل تضمنين عيشتك وعيشة أطفالك لو حصل شيء للزوج أو طلع مو زين. فيعني أنا جيت حكيت وياك حتى أشوف حل، حتى نرجع للموضوع أنه شنو هي الحل للموضوع. هو لازم يتخلص من تعلق أهله، يعني أمه وأنا متأكدة إنه أمه راح تزعل إذا يرجع، فأريد أشوف من يمكن حل. في حال إذا الزوج في مجال لتعديل سلوكه، إذا تعدل سلوكه وتعدلت أفكاره إحنا ننصحه ترجع، لكن إذا الزوج على نفس الأفكار ونفس المشاكل ونفس الظروف أنا أنصح إنه هذا يعني إحنا من نشجع على الطلاق، لكن في بعض الأحيان يكون الطلاق هو حل لحياة أسرية لاثنين عاشا على مضض. فننصح مثل هكذا يعني امرأة إذا لم يتغير ويتعدل سلوك هذا الرجل وتتعدل أفكاره وتتعدل الأمور كلها اللي كانت قبل الطلاق، من الأفضل أن تبقى على حالها باستقلاليتها إذا كانت متمكنة على أنه تستقل بعائلتها وتربية أولادها. أما إذا في حال أخرى إذا ممكن الشخص يعني يتغير ويكون سلوكه غير سلوك بحيث يتوافق مع الزوجة، وممكن إنه يربون أولاد من تربية صالحة، لا ضر إنه ترجع لهذا الزوج. هاي نصيحتي له، لأنه إحنا ما نشجع على الطلاق. أنا مع إنه كل امرأة يكون عندها مستشار قانوني، حتى اللي الله موفقهم في حياتهم الزوجية تختار مستشارة أو مستشار قانوني محترم له سمعته المحترمة في استشارة. في بعض الأمور لا يوجد ضير أنه الشخص يستشير إنسان قانوني مثقف متعلم. أكثر الناس إحنا اللي يجونا للمكتب الشركة العالمية المحاماة، إحنا ما فقط محامين، ولكن أنا كامرأة أخذت جانب التنمية البشرية في النصح والإرشاد لكثير من الزوجات. يعني تجيني زوجة أنا مو لأنه أخذ قضيتها لازم أتكسب منها، يعني في رأيي أنا في اتجاه عملي كمحامية ما علي بالبقية، أنا أوجدت لنفسي اتجاه عمل معين سعيدة ومستمتعة به. أنه الأحوال الشخصية يعني بكل طريقة أحاول أكون مدربة لكيفية الحفاظ على العلاقات الزوجية، حتى لو كانت موكلتي على خطأ راح أفهمها، راح أوعيها، راح أقولها أنت على خطأ. حتى إذا عافت المكتب أو عافتني وراحت على غير محامي ومصرة على اللي بدماغها أنا أسوي اللي علي. إحنا يعني كمحامية ممكن أنه تجيني يعني أبواب مبالغ كبيرة من طريق العقارات، الشركات، الاستثمارات أو كثير دعاوي ثانية ما عدا الأحوال الشخصية أنا كلش أحبها وأعشقها. أحاول أنه يعني أضم التنمية البشرية والنصح والإرشاد إلى دعاوي الأحوال الشخصية وإلى موكلاتي وأحيانا حتى موكليني، وهواية صالحنا ناس، وهواية ناس يعني أمانة يعني تقدرون حتى إذا تحبون تستضيفون ناس
جو هنا أعداء وخرجوا من المكتب زوج وزوجة، وأحيانا طلاق ولكن خرجوا ليس أعداء، صلح ولا تضر ولا يضرها، لأن بيناتهم أطفال نشرح لهم ونفهمهم ونعطيهم وقت، لأنه هي الأسرة نواة المجتمع.